أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسر دوال ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا و سبحانمي تلادا أخوضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدوهان فرماجو أبو ريا قال الله سو سياسة دوهر له هجامية حسب إليس أهنا مشرح مدحويني عبد القادر عصب لي علي أيا شيغي إن فرماجو إستاغي إسكو ديك لي أو قال الله سو أبور أهي سي أو أفوضي يوهنان كغبا غبا دكو دوية دورشوين قارنكا عصب لوحو شاك وين كموجيه كولان أو دوان دوهان فرماجو لقاتي تليال عيدان أو إساغا كامر قاتا كواسي أو قيب كاها مشكلة دا سياسة ديد إيه مدد سو تاغنيت وحونا عرباوي إنو سعودو أبابل كقال الله سو هر لهس لمركاسينا دورشوين كغلال لوغ إستاغي يو وحو حسي انشانتي سنو اي لسو دافي فرماجو قبي دمان كارر كيس سياسة داد اسلاماركاسين اي سنجرين وح شرعيد اهي او هايستو وحو لياب كو تلمامي انشر لوغا هاد ليو امنيغا عاسمد دا اي قود اهان دالكا او اي سنقيب كايهن ريزر وزاري محمد حسين روبلي اي وزير كيس ارماها امنيغا اي قاشان ديغا دوحان فرماجو هوري لقاتي سراكيل عيدان اي دو لغو قمبان اي سوغي دامنيغا كولان كيسو ما اهين مدي مقرادي اه او لو دن يهي كولان سوور في عن بحين ايا ما اهين تابدل كيدا وحو او اكا اسكو داي كالي او قرالاسي ابو راهي وانا كدي جينا ايو يري عبدالقادر عصبلي مشرح عصبلي شنتي سنو اي لسو دافي سي وين ايو اوغا سوهر جيدي دوحان فرماجو وحاسي حسيد مودان ان دورا شدي بلوغي لو كنتوان يتدوري او شن اي لباتان عدسيي دوحان فرماجو كدي ماركي او كوهري وريجي كوباد اي ترتنك قرنكا سيكستواها اهاتي دوحان اي تيم في لصوماليا وحاي دوانيان ان جبي اهام بدورا شد الله حكيو اسلام مركاسينا قرحيو ووين اي دمعسيهين دينا عكالة أرركال شبابو شاعيسي قبيلكي إيا حوكتي ننكي اسكو قرحيي حلي بالد آمينو إيا بلد ويني كوحدة الشباب إيا باهيسي معلومات كان ننكي سدح اللواتنكي بشاني اسكو قرحيي حلي بالد آمينو محمد عبدي حلي آيكو سوغنيد أفافكا هوري إيا حرادة لما قلاي إيا مقالة بلد ويني ورباهين تتاقير تا كوحدة أرقكي حسادة الشباب إيا باهيسي عدلغة دوبي محمود عبدو قادر أو أهاويلشان اللواتن سنجير كاسو اسكو قرحيي الله نحريستي حلي باند آمين محمد سيدا او عود كان لباهي يكو شيغي محمود ايا كدنش بيش مريحان وحونا كسي اها جفد علي ديري سيدا او كلم محمود عبدو قادر ايا شيغي انساند كي كون سقال بقل سقاشن يتضبالي او كدنشي مقالة بلد حاو اي قبل كقدو هل كاسو اهل كيسو اي دقيهين نين كاني او انتا او سن اس قرحين لغا دوباي كو دواد لباتان دقيقو عود اهي وحو كو علعلي نيا ان لجهادو او غالادا للا ديررو لكن داد كي اسكو قرحيي دمان تودوحي اهايين مسلمين صومالي اهرير بلدوين اه حلبان آمين محمد عبدي او اهيد قبر اهل الدين اهي ايو توسو بيكسدي نين كاني او اسكو قرحيي وحينا غيري دادك كلا اي آمين لدنتي اي كرو دافيان كنتان قف هالكا ان كبادن بقول كلاني اي كو داوعمين جبي اهام بددكي مساكين تا اها قاركود اي كو جرين داد ميسكو قناع سادا او اضيال اهي اي كو جران ايو هالكاسكو حسوقي وحا اينا الشباب ليهين دمان وحي اهايين مرتدين دينا عاكل رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ايا حفيسكي سكو قابل سفيرك الدولد انجريسك صوماليا هاوين ايدا لغو مقا عابا فوستر كولان كاني ايا وحا لوغا وضا حدلي ارما دورشوين كدل كدعدوين كي ارقا جحسو اي ادن بيي اي كدعي مقدشو اي بلد وين سيدا لغو شيغي قرال وحفيس كالروبلي كسو ساري كولان كاسي سيدو كلا وحا كولان كاسي ديرد لغو ساري حالا ده بني ادين مو اي سيدي اي دولد انجريس كدن كيدا وغا خيبا قادن لهايين قرمت كابارا هدل كجرا سفيرة دا ايا رئيس الوزارة هوغا تعسيي سيداد كي وحيي لدو كسو غارتي وير دي ارقا جحي صدا اي كدعي مقدشو يا بلد ويني اي دو شيكت ان دولد دا يو كي ايكو غرب تاگن تاي حكومة دا اي شعب كصوماليات دادال كودا كو ادن حقيجين تنباد دادال كودا ودن بين تي رئيس الوزارة محمد حسين روبلا ايا دن كي سو حقيجيي ان اي كغو انتهاي ان قيبها كهر صندور شوي كدل كا او غبو غبو مرأي اي كو سور دمان دونان سي نبا داهي سي كستاو كولان كاني ايا قيب كاها كولما كالد دوان او رئيس الوزارة روبلا او مالميه ادن بيهي كغا ارنسان ايي حالة دا امني اي دل كي ارما دورشوي كقرنكا فضلان دب او دا ورر كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حق حساسية هنجبات كتميد بانكيغا الدون كوسو غارتي دوهاني محمد عبدالله فرماجو تليه هورا اي سنبلولش احنا نينك كليه اي سيد وين ادليل دوهاني محمد عبدالله فرماجو اياكو قوليستي حلبان كبارلمان كفيدرال كصوماليا عيدما هو بايسان اولو وريغي قيبا كميد اي مقالة بلدويني
aan ku horreeyay kulan gaar ah ayaa waxaa muqdisho ku yeeshay danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya iyo wakiilka bankiga adduunka ee Soomaaliya labada mas'uul oo kala ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya Christina ayaa si gaar ah uga hadlay walaaca laga qabo in qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha ee guusha laga gaaray inuu dib u dhac xoogan ku iman karo haddii aanan dowlad cusub ay ka dhalan dalka Soomaaliya taageerada maaliyadeed kabka miisaaniyadda iyo nidaamka deyn cafinta Soomaaliya ayaa halis ku jira iyadoo dhowaan bankiga adduunka uu shaaca ka qaaday in dhammaan taageerada maaliyadeed ay hakanayso bartamaha bisha May sanadkani 2022-ka haddii aan muddada Soomaaliya helin dowlad cusub ayaa lagu yidhi si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dilaaga qosla fahad yaasin xaaji daahir ayaa dabada kaga dhegan in doorashada lasoo gabagabeeyo isla markaasina guddoomiye la doortay madaxweyne cusub dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa cabsi xoogan ka qaba in uusan kursiga mar kale ku soo laaban doonin waxa uuna aaminsan yahay haddii kursigaasi uu waayo in Soomaaliya idil ay mar qura gubato dhinaca kale ayaa ku guuleystay kursigii ay ku tartamayeen Sanbaloolshe iyo Lix Musharax oo kale aadna u adka taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa ku guuleystay doorashada kursiga Hob Eber 2018 kadib tartan adag oo ka dhacay magaalada Baldweyne Sanbaloolshe ayaa helay codad gaaraya 54 cod waxaana magaalada Baldweyne isqabsaday rasaas loogu dabaaldegayay guushiisa isla markaasina hub aad u culculus ayaa laga riday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer dowlad goboleed ee sid hirshabeelle maxamed xuseen maxamed ayaa sheegay in aan loo baahnayn wareega labaad maadaama Sanbaloolshe uu helay codad ka badan 54 cod musharaxiinta u tartamaya kursigaani ayaa kala ah kow cabdullaahi maxamed cali sanbaloolshe 54 cod labo cali cabdullaahi cusuble madaxweynihii ugu horreeyey ee maamulka hirshabeelle oo helay 28 cod cabduqaadir xuseen colow 8 cod yuunis maxamed nuur 3 cod cabdullaahi axmed xuseen 5 cod maxamed afdhuub makaraan 2 cod ubax cali sheegow eber kursigaani ayaa waxaa horay ugu fadhiyey xildhibaan nuur iidow beyle kaasi oo ku dhawaaqay inaanu ahayn musharax kadib markii lagu dhawaaqay guddiga soo xulayay ergada doorashada xildhibaanada si weyn ayuu gacansaar ula lahaa dhowaane filla Soomaaliya iyo hirshabeelle isla markaasina waxa uu doonayay in kursigaasi loo xero uusan qofna la tartamin hase ahaatee markii ergada beesha iska leh ay yidhaahdeen waa la furayaa cali guudlaaba uu yidhi tartan furan ayaa laga dhigayaa sidaasi ayuu isaga haray Sanbaloolshe ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan filla Soomaaliya iyo madaxweynihii hore dhowaane farmaajo waxaana doorashadiisa loo arkaa miisaan culus oo ku soo biiray baarlamaanka kaasi oo saameyn weyn yeelan kara si kastaba ha ahaatee dabaaldegiisa aad ayay ugu xumaadeen dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale xaaladda magaalada Baldweyne ayaa lagu soo warramayaa inay kacsan tahay kadib markii ciidamo hubaysan ay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalada Baldweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee hirshabeelle wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay sidoo kale qabsadeen afafka hore ee hoolka doorashada golaha shacabka oo ku yaala gudaha xerada Lamagalaay ee magaalada Baldweyne sida ay ogaatay warbaahinta ciidamadani ayaa ka godoodsan in dad gaar ahay loo xiro kursiga tirsigiisu yahay Hob Eber 2019 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan habka madaxda hirshabeelle ay ku maamulayaan kursiga Hob Eber 2019 oo lagu wado in doorashadiisa ay ka dhacdo magaalada Baldweyne kursigan ayaa waxaa horay ugu fadhisay xildhibaanad Samira iyada oo la sheegay inay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle Yuusuf Dabageed uu doonayo in si gaar ah loo xiro kursigaasi taas oo ay ka biyad diidan yihiin ciidamada soo galay magaalada Baladweyne Samira oo ah xaaska guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Master Mursal ayaa iminka waxa ay doonaysaa inay kursiga ku soo laabato loona xiro xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana lagu soo warramayaa inay bilowdeen dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka soo cusboonaata halkaasi arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo magaalada Baladweyne ay ka harsan yihiin kuraas yar waxaana ugu xiiso badan kursiga iminka ciidamadiisu ay joogaan magaalada Baladweyne si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo gadoodsan lagu arko Baladweyne oo ay ka socoto doorashada baarlamaanka taasi oo weli ay ka taagan yihiin caqabado xoogan dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.